كما نشاهد هذا الميتم قد دمر بالكامل بسبب القصف الشديد على مدينة الرستان، وهذا مسجد المحمود كذلك الأمر دمر بشكل شبه كامل، المسجد في الداخل مسوى في الأرض. سوف ندخل الآن إلى داخل المسجد وبسرعة بسبب رصدنا من قبل قراصة كتيبة الهندسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. كما نلاحظ الخراب والدمار في كل زاوية في هذا المسجد، هذا المسجد الذي كان معدا لإقامة الصلاة، وكما نلاحظ الخراب موجود في كل مكان. كما نلاحظ هنا القذيفة دخلت من هنا ومن هنا ومن هنا. هذه الساعة كانت معدة لإقامة الصلاة داخل المسجد. هذه القذيفة، هذه الساعة كانت معدة لإقامة الصلاة داخل المسجد مدمرة. كما نشاهد المسجد مدمر في الكامل. هذه المكيفات خراب على خراب. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، هذا القرآن.